هو فريق من غانا. التاريخ ساعات ما بيشفعش لحد. احنا دلوقتي ايه في الحاضر؟ في الحاضر الناس كلها في افريقيا بقت تشتغل على نفسها، يجيبوا مدربين على مستوى عالي ويجيب برضو لعيبه كويسه، صحيح. كل واحد بيعمل دعم وعايز فرقته. طالما دخلت دوري الابطال، طالما دخلوا الكونفدراليه، الحدث بيفرض نفسه على المنظومه اللي هي شغاله او مشاركه في المسابقات دي، فاكيد بيشتغلوا على نفسهم. المباراه اللي فاتت ممكن يكون كان في برضه نسبه استهتار شويه من بولوزداد، شباب بولوزداد ما احترموش الفرقه ديت. الفرقه دي جايه مركزه، عرفوا يحصدوا الثلاث نقاط دي، بتدي مؤشر او بتدي جرس انذار للفرق المشاركه. وبعدين دوري المجموعات بيختلف على التصفيات اللي بعد كده، ان ممكن تبقى في مفاجآت. يعني لما نيجي نرجع فلاش باك زي ما احنا بنقول على البطوله اللي فاتت، النادي الاهلي هو مشارك فيها. يعني احنا دخلنا بالهدف اللي ضيعه ضربه الجزاء في دي، فرقت معانا سان داونز والهلال بتاع قطر الطاهر. لو ضربه الجزاء دخلت كان الاهلي كان هيبقى ما كناش وصلنا ان احنا الحمد لله للبطوله وخدنا البطوله واحنا الايه الاول على مستوى افريقيا كلها. ففي حاجات متغيرات وبالذات في الدوري المجموعات تلاقي فيها مفاجآت، زي ما قلت لحضرتك الفرق بتظهر بمظهر كويس جدا وانت مش متوقع لان هي ما عندهاش تاريخ كبير. لما بولوزداد الجزائر طبعا حدث ولا حرج، منتخب الجزائر والفرق اللي هي في الجزائر متقدمه جدا جدا، ووفاء سطيف بولوزداد كل لعيبه كتير محترفين في الدوريات الاوروبيه ومحترفين في اوروبا. بس بتكلم على الدوري حتى المحلي او المشاركات دوري الابطال او الكونفدراليه، فتلاقي برضو عندهم باع طويل الخبرات في البطوله دي يا نهوان. صحيح. زي ما تفضلت حضرتك دي بقى ايه ساعات بتتفوق على عدم الخبرات، بس في مباريات في الاول وبالذات في دوري المجموعات تقلقك. لو انت ما احترمتيش الخصم ممكن في ثانيه. الماتش اللي فات النادي الاهلي 3 بونت خلاص. الخبرات وحدها كافيه؟ يعني فكره ان انت فريق عنده ما يكفي من الخبرات، هل الخبرات اللي عند اللعيبه دي لوحدها كافيه؟ لا، ما الخبرات بتضاف لاسم الفريق، للمشاركات بتاعت الفريق دوت، امكانياته في الدوري المحلي، في البطولات، الاستحقاقات اللي بيطلعها بره، بيبقى عنده باع طويل وعنده القوه وعنده الاسم والتاريخ. برضو بيفرق معاك في ايه؟ ان بيديك باور قدام اي فرقه تانية بتكون لسه جايه ما حدش عارف عنها حاجه. فاللي بيجي يلعبك ده، يعني هم النهارده بولوزداد جاي يلعب النادي الاهلي، انا اسمه ايه بن غيث اللي هو ايه اللعيب بتاعهم، لعيب كويس جدا من الناس المميزين مع لامين ومع مزيان، بيتكلموا لك احنا اتفاجئنا بالماتش اللي فات فعايزين نعوض قدام النادي الاهلي. بس صعوبه المباراه لان ده النادي الاهلي وعارفين عندهم الحذر، كل الحذر ان المباراه تبقى صعبه جدا عليهم، بس هو جاي عايز يعمل حاجه ايجابيه. طبعا اكيد اسم الاهلي عامل له ربكه، فبرضه الاسم والتاريخ بيشفعوا لك مع امكانيات اللعيبه مع الجهاز الفني. النادي الاهلي الحمد لله يعني حدث ولا حرج، عنده باع طويل في البطولات دي وحاصل بطولات كتير، والاهلي فيه ميزه كويسه بياخد كل حاجه بوقتها.